عموما اكتفى الظاهر أهالي مدينة البصرة، محافظة البصرة جنوب العراق، من قضية الإهمال الحكومي، فقام شبابها بحملة طوعية في المحافظة لتنظيف شط العرب من النفايات بسبب تقاعس الحكومة. فنشاهد. تستمر طبعا المقاطع بهذا الصدد، حيث قام الشباب البصري بأخذ على عاتقه طبعا زمام المبادرة من خلال العمل الطوعي لتنظيف المحافظة، كما ذكرنا قبل قليل، بعد يأسهم من الدور الحكومي السلبي في ذلك. السلام عليكم. قمنا بعدة أعمال سابقا بكم نفر من الشباب البصريين. هاي الأعمال كانت متفاوتة بين صبغ، بين تنظيف، بين إزالة شوائب. بصورة عامة هي أعمال تطوعية من أجل المجتمع. اليوم جاي نشوف عددنا يزدهر ويتنامى، ووصلنا ما يقارب 50 متطوع وأكثر من كلا الجنسين. هذا المغزى هو من العمل التطوعي. العمل التطوعي هو رسالة مغزاها إنه نحب وطننا ونعمل من أجل وطننا. فلا تقصروا من أجل الوطن. داروا الشارع ملكك، حديقة ملكك، دائرة ملكك، شط ملكك، وكل مكان بالوطن هو ملكك. لا تستحي شيء تاريخك.